إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حب المعرفة. هنقدم لكم هذا النهار إن شاء الله واحد إن جوني، واحد رحلة بيكنيك إن جوني في المنابع ديال عين اللاحية بوالماس، منين كي يتعبأ ماء والماس الشهير على موائد جميع المغاربة. كانت التلقى ديالنا في الفجر، نتوما كتشوفوا القمر بدر في هذا الصباح الجميل. اخططنا لهذه الانطلاقة في الصباح بكري باش يمكننا نوليو في نهار. إذا الآن كما كتبعوا معايا، بعد ما خرجنا من لوتوروت ديال فاس مكناس، المخرج ديال غرب مكناس، اتجهنا ديريكتومون الطريق الجهوية باتجاه والماس مولاي بوزة. كما لاحظتوا معايا في هاد الكروز مع هذا، كنخليو الطريق ديال خميسة الرباط وكنشدو الشمالية اللي كتدي والماس مولاي بوزة. كما تلاحظوا الطريق شوية صعيبة، يعني الانسان خصو ياخد الحذر ديالو ويمشي بتأني، في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. ولا الا بغى يمشي من الطريق ديال الخميسات حتى يوصل للخميسات ويشد الطريق والماس، راه هذيك احسن من هذه، طريق مزيانه هذيك، ولكن هذه قصيره في الوقت. المهم هذه من هنا حتى لواحد السد راهم كيبنيوه، السد وجلد السلطان، منو كتولي الطريق مزيانه. عندك واحد 40 دقيقه هكا ولا في هاد الحاله هذه، الانسان يصبر. حنا دابا اوروزمون الدنيا خاويه، ما عرفتش علاش الصباح بكري وهذا ما كاين، ما كنكروازيو حتى شي واحد. المهم حنا مديبانيين غادي مزيان، وتابعوا معايا لاخر الفيديو. ولكن خاوية 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 ومازال الإصلاحات، وهي ممتعة واحد شيء الماء، فهي مملة شوية بالفراجات وهذا. أنتم كتلاحظوا مدينة توالماس مدينة كبيرة، بعد نص ساعة تدخل لها تيرغو هذه تيرغو هنا، تيرغو تيرغو
طيلات تقدر فيها الناس تاكل السلام عليكم. حنا دابا الان في مركز جماعه والماس كما كتلاحظوا عباره عن مدينه صغيره اشغال غاديه في طور الانجاز بعدنا كتبنا القاعه ديال الرياضات وحده المسبح البلدي كاين شي قهوات هذا واحد الجريده عباره عن بارك احنا غادي للرومبون الاخيرة على يسار اكلموس بوزة الماس اللي منا غادي نمشيو للتربيعات يمن تتدي الخميسات على هذا المعازيز وكاين وكاين واحد الطريق جهوية ديال التيرميلات بلايك هنا التيرميلات باينة اليمن هو وكاين هي هذيك الطريق كاع ما عرفتش الشمال نخليو طريق الخميسات وندخلو على الشمال لا رماني الخميسات على الشمال الترميلات انتما كتشوفو 8 كيلومتر تيداس الله يجعلهم داك الطريق ان شاء الله ان شاء الله مياه المغرب خلاصة تسقي المغرب كما كتلاحظوا التليفيريك الفردي اللي كان قديما كيتنقلوا به الناس اتجاه العين وعودة منها ما عاد لاش وقفوا وقع فيه شي حادثة ولا هو
يعني تعرض تقادم ولا كيشكل خطر على الركاب ديالو. كما كتشوفوا هذا يساوي الان شد طريق طول في ندير الكرسي بلا ما يهبط على طريق ثنائية ديال السيارة، ماشي ثنائية، ثنائية صافي فيها جوج ديال الخطوط. يلا الأخ العيساوي. أنا لي راكورسي سون تخي دونجورو، ما إلا كان الإنسان مازال جون ولا شاد فراسو، المهم تنس بهاد الشي يمكن له يهود. اختصر فيه واحد شوية الطريق. دابا حنا داخلين لاخر قنطرة اللي كتقطع هاد الواد باش ندخلوا للعين ديال اللاحية. الواد ها هو، فين هو؟ شويه ديال الماء، قنطرة خشبية زوينة. ولا الواد، ويا يا لا احجار طايحة في هاد الواد، ويا يا هاد الاحجار اولدي راه دليل على فيضانات الماء. عندك رجليك، عندك خليك شوف على الطبيعة خلابة. شوفوا لماروك جمال ديال الطبيعة. شوف المغرب على جمال. اي 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 سبحان الله، شي رائع. كما دخلنا على الباب استقبلنا العكساس بالترحاب، كذلك أول نوبة قلنا أول نوبة مركبة خضر على عين ليه. دخلنا فإذا بنا الحمى هادي بدا باين الما سخون، كما حنا عرقانين نضربو شي دويشة هنا ونخليكم مع البقية. هادو الحمامات تاعهم. فيهم شي الماء؟ أول حاجة أنتم دوك كاسي عادي. يلاه. أصحاب الجولة تاعي ديال اللاهور. سخون بزاف ولا؟ سخون. اوه مزيون. اذا عاد وصلنا الان، اول حاجه محدنا سخانين غادي ندخلو نضربو شي غسله في هاد الحمامات. لقينا العساس خدينا منه الايدين، قالنا مرحبا. اذا تتواجدوا في الحمام تيرميلات عين للحياة والمس، ماء ساخن من الجبال هابط. صحة السي عادل. ها ساعة وحنا هابطين داك الجبال والشموش، احنا عينا واحد العيا كبير. ايوا نزولوا بعدا العيا بالسخونية النيت، عاد نجلسوا نرتاحوا شوية وناكلوا شوية ونشوفوا واش كاين شي عين باردة. هادو غي سخان شت العين ديال والماس، نشوفوها فين نسولوا، حتى نمشيو نسولوا العساس. يا غطاس. هلا صحاب 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 بعدين. وصلنا للوبجيكتيف ان ديالنا، يعني بوكسون لوبجيكتيف. وي
اخ العيساوي الان داخل لي يستحم. حياتي حياتي حمامات سيدي علي. حمامات عين للحيه. عين للحيه. بسم الله. انت ما تشوفو. اوبجيكتيف اي الله هذا غير الله وبارك الله راسك لا الله وي سلام عليك عاوتاني نخرج شي واحد هذا ما لا شوف لا كل شيء نفسه نفس الكولو كتشوق الناس صاحبي الناس كتشوق الناس ايوا اللي بغى العسل يصبر طريس النحل باش تهبط عندي وباش طلع ايوا باش طلع حبس ومن هنا الله يحفظ الله مال هبوطه حنا هادو من المناطق السياحيه اللي الانسان خصو يطالبهم في عز الشباب يعني من بعد الخمسينات كيوليو شويه صعاب من بعد الستينات كيستاهلوا من بعد السبعينات فات شونس يا طياره لا كوب طير ولا الا صوبوا شي جيبات ولا اوكي الحمد لله هذه يعني هو ما عرفوا طبيعي يلا من ناس مدريد ناس مدريد بطولات عام ديالهم يا شي باش بنا مدريد معنا شوفوا هذا الماء اللي كيسلوه من اول ما سبحان الله كتعمروا ما عادي هو غادي تحطوا في قرعه هو كيصفر سبحان الله كي شوفوا العجب هذا الماء عمرتو عادي ما عادي بحالو بحال المياه العذبه كامله وريني ما حد زيد هو كيصفر ما عادش شنو المشكل